في رواج وفي رسائل من بعض المتحدثين. شوفوا يا اخواننا لانكم ما بواطنيين. انا ما اتكلمنا عن التغيير حتى 2011. من الاخر انا هقول لكم لو داري موقفي انا موقفي 11 ابريل. اي دليل بالكلام ده بدل يحط حلقه فيها ظهر. انا موقفي يا جماعه موقف 11 ابريل جبين. الشباب صار تغير في الفتره السابقه. ده موقفي انا نمره واحد بسبب التنوب. نمره اثنين الرسائل اللي بيرسلوها قال له احنا واقفين مع فلان ولا علان. اول حاجه انا ودي التقابه دي. انا ما قريت جامعة الخرطوم ولا قريت هارفرد. انا قريت التقابه دي من دين نازل. كان دين المسلمين انا مسلم وكان دين ما مسلمين انا ما مسلم. الناس الدين خرجناهم دين ناسين يا اخواننا. دين انا قريت معاهم وانا الحمد لله احظى بكل دعم الطرق الصوفية في العالم ما في السودان. كلهم من طرق صوفية من تجانية لكل الطرق انا داعم لي كلهم. لو ما شغلت ما كانوا بهم معي. لكن طبعا في مجموعة دايرة تكسب وتمر اجندتها وبتشوي بصورتنا احنا. أنا إحنا الآن ما نتكلم بالتغيير السابق من يوم 25 لغاية الليل عندنا 11 شهر و 22 يوم. شكلنا حكومة؟ عملنا شنو؟ ما عملنا أي حاجة. عشان كده أحسن نخوض يدنا مع بعض وقفين وقفين طاول على الدين بينما الناس الموجودين الآن أنا ما قفت بوجهي. اي تطاول اي كلام زي انا لو وقفت امام دول كلها قاعده تتفرج ما في ليك. نحن عندنا نحن الان نقول لا اله الا محمد رسول الله نصلي صلواتنا الخمسه مسلمين. ديننا ده ما فوق ليك ولا من هذا القول نتكلم فيه. ده ما فوق كلام ذا توقع كلام مجنون. لكن ما يخشونا باسم الدين. ما في دول يخشونا باسم الدين يا اخواننا. ما في زول يخش باسم الدين يا جماعه.